السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وين السلام لي أصحابتنا ملك ستوى دونك جوكتان برنامج كوا برنامج كسوء لها ما أنتوا حامر تيوا ولا الكي فرحان حسين فرحان أنت أنا برنامج كوا جدا دعين كوا يلا با إن وكم أنت ولا القدر إن أنت كوا حرن آد بأنو السلام يا إن ولا الكي سدو يشيا أنا كوا كله وحي يكون يكوتر ما شاء الله فرحان هرتوا وهرين أنا جا كاجم هذا عنا يو ما دام أذيقو قلتينا برنامج كان كوا عزمو أذيقو وقتية فربضن إيسو لمية أذي أذ بن كاجم هذا علينا يا مركب كوبات طلبات فرحان وحرمنا لنا سؤال بلا ما هتقوله هذا سؤال أسأل كوي دين يو وحكم ذا فرحان وحاطة هاي مانتا دنيا هذا الصوماليات كوكلام مقنا مقربها عمود وضمد جاركة سؤال شو وهرين كوي دين يو وحيت هاي مستقبل كهذا ما حد رجيني سائنة الصومالية يكون خطر نسينا تسدد أقصى بحد هراء دوسي ساعات إن هرتر هراء وحال هذا هاي إن لما هران وعوز كجيلال الصومالية هراء هذا هاي إن ملا كدلتي أم بعد كوكرتي وارد كيجو هوي جوجان ولال جوجان إن وابل لما هران بق إن وملو كنا قنا هيو إن غرقاقين ومشي أديك أود دلتي وي إن ودمدا إن كليتو إسكي جوجنا بوي een waxa qasbnu waa in aan u naqno waxa weey waa wadankeena ugu dambeyn waa lama horan aan iska jilaa ma sha Allah waxaad ka dhawaajisay inaad mustaqbalka ku noqon doonto Soomaaliya haddii Ilaahay aad xilliga dantaba aad een waxa tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku jira maanta YouTube-rada ama social media sida loo yaqaanaba een maxaad wacyigelin ah ama yaani Soomaali ahaan maxaad u leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed aad أرتر وكم عسنت عاي سؤال قيمة لنا ويديسي إن واحد جيران سوشيال ميديا وحاق جيران ضد بدن وأدب فر بدن إن حدنا نكو أنا جراني من سيد الله استعماله إن نيدو ذي إن قتى سيد الله في رسلها يوح الله في رسلها كلي إن الراديان إن لكن كوا وحاق كوا عن الله إن مركي لفرع أي أبليكيشن كان أم بقول كي فورا يبقى السجى فكرة دي سوحة هذا واحد سمي لكن ما هين أبليكيشن كان أدون كلام أيوة ولا جاري طبعا فيديو كوبات قف كسوة قبل الكريو أها حتى نوح ونقد كان بني جوجو أدون هدي عن هدي لجس رأيي تنحكتا وحن كواني لها وحي أديك تالنتي كو أح قد حد قال لي هذا هاي هدي القرآن أخرس كوفي عنده هاي هدي أتكوفي عنده هاي إنا واحد يسويرتيد فوتوغرافر كده عليه إن يوتيوب كهذا أركت كات غرغيس كيسة وحاقو جرا موسيقى وحاقو جرا إن دتك واحد أوجد بكرت هذا كقصي لكرتيد إن وحي أديك تالنتي أقول هذا هاي كسو بندق إن وحن هو بقى إن ملفي عنك جاري دونتيد لكن هكو سو بندقين وح أديك شو معدة هذا أم بشرف هذا غوص وديك أيو قف ولا شأن أكو حمين يسيد قف ولا الكانة أد أوجه هريس أم بقى أوكل دمن يسيد وح أديك تالنت كوا شو معنا كوا سمين أيو كوا سو بندق سداس أيام كلها تل لها ما شاء الله أدي هذا أمها سنتها إن سؤال شيء دس حد حد يعني أقول ذكره إن مثل هذا هذا نجرد الصومالية دو حكي فائدة استان وقت جايو يعني أما فضلان تأي وهستان أبك إن استعمالان إن كيف إذا استان بقول كيف استعشان إن واحد قلدن كسوق البيان. أدوين إن هرتر الصومالي دينا إن واحد أنت بدن مقعدان مو إن هدي أنا واحد أشي هجنون بهنو هل كان العقل السمية هذي وجرجة جتوكتت واحد كده يعني واحد معقول ما سيلو سمينا يا واحد وحوا إنا قبتة جانت هذا كوك قبتة على غلها يعني إن تنبوا هالشقو إنا واحد دوبتت إنا إبت قريسيت إنا وقت فكرة مسكحة دا أكاكينتت إن داد كاسيت وحسو جيدة كارو حضل كاقا أمبا أديك كادع إن القفافك إنا إسكي إلاليسيت هو لبضاني كاربان إن أبليكيشن كان نوحو فائدة إياهي لالن يرادا يداد بضان هاد واحد جرا عنقير سيدا هاد نيوسكا وكما خشبا إن عنقير و 29 مليون او يو كسمي سنة كارتا 29 مليون دولار ميل مجرد الشقة انتاد قشيد اكسمين كارتد ويل كاسنا واع عنقير
aad u yar yahay ee listiga waa number 1 oo ka galay listiga waxa ku jira dad fara badan oo aad u fara badan oo kuwa 26 milyan 22 milyan 18 milyan intaas ay ka sameeyaan shaqo laga sameeyo adduunka ma jirto ee weyn ka faa'iideysan karaan ayagoo isticmaalayaan wixii ayaga hibada u leeyeen aan waa mahadsantahay waana talo wanaagsan run ahaantii cid qaadanayso aan waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo waddankeena Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay waxa jira dowladooyin Soomaaliya kala nooc ah aduu ahaantaada waxaad leedahay fikir iyo ra'yi iyo caqli waliba saliim ah maxaad kula talin lahayd maanta dadka ku nool Soomaaliya ama dadka jooga maanta oo ka qayb qaadan kara doorashada maxaad is leedahay qofkaas waxa loogu coday maxaad is leedahay hortore aad u mahadsantaa qadarow inkastoo aniga dhanka siyaasadda ligaaga fiican yahay ambase dhanka galgalka siyaasadaha laakiin aniga fikriyaddan amba shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay markii doorasho la yiraahdo waddanba waxaa hormariya ambasa meel gaarsiiya waa shacabkiisa ciidan amba haduu madax leeyahay amba ciidan leeyahay meel ma tago ciidanka keliya waxay maamulaan dadkii waaye waxa la maamulayana waa dadka hadday dadkii ismaamuli waayeen ayagana meeshay joogaan ay maamuli waayaan meel ma gaari karo dowladdaasi waxa kaleeto jiraan markii doorasho la yiraahdo hortare aniga Soomaaliya waddankan ka dhashay amba aan ka dhalanaba sharci ahaan xoogaa uu dambeeyaa adduunka kale wuxuuna uga dambeeyaa waddan weliba wuxuu leeyahay sharci Soomaaliga markii la aqoonsanayo waa inuu lahaadaa waxyaabo uu ku codayn karo ma jiraan hadda sidaan jeclahay amba ha ahaata ID kaaradiisa amba ha ahaata baasaboorradiisa ma jiraanba ayagoo waddankii ku sugan waxaan aniga fikrad ahaan ku darsan lahaa dadka codaynaya inay sameeyaan maxaa lahaa in loo sameeyo ID kaaradaas ay ku codayn karaan shacabka haddana kontrool iyo waxay yeelan karaan xadid si loola socdo waka maasha allah aad iyo aad u mahadsantaa farxaanow waxaad ku fiican tahay social media gaar ahaan barta YouTube-ka waxaa jirto inaan mar badan arkay ama aan maqlayba codad adiga aad leedahay oo dib loo isticmaalay codadka adigu aad leedahay ma hibe ilaahay iska kaasiyeyba mise waa codad adigu aad soo samaysay mise waa erayo horey kaaga horreeyay oo aad mar labaad ku soo celisay bal waxay nooga cadday hortana waa mahadsan tahay waxaa jiraan dad fara badan oo ku xiran social media waxaa jira dad heesaha jecel iyo dad aan jeclaynba heesaha way sii kala baxaan haddana waxaa jira dad jecel muusigada iyo dad aanan jeclayn marka aniga fikrad ahaan ayaa waxaan qorsheeyay inaan sameeyo dadka aan jeclayn muusigada inaan u sameeyo wixii dadka ay soo sameeyeen inaan intuu codkayga ku sameeyo aan dhaho waa kana heestii hebel uu qaaday anigoona dafiraynin ninkii heesta qaaday wax weliba oo hore loogu soo sameeyey baan dafiraynin baan sida ugu sameeya yacni cod ahaantaas waa yacni cod ka horreeya ama hees vocalkeeda ama ka horreeya ama laxankeeda iyo qaabka loo qaaday ba ka horreeyo laakiin cod ahaan waa cod adiga codka inta badan aan maqlo oo bilaa muusiga ah waa cod adiga kaasoo baxay aad weyn aad iyo aad oo mahadsan tahay inta aanan ogeynna hadda ha ogaato cod badan waxaa jira la isticmaalo oo ninkan uu dib u soo sameeyey mar labaad ama uu soo recording gareeyey su-aasha ugu dambeeya haddaan ku weydiiyo maxaad ugu baaqaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama nin daayaro Soomaaliyeed aad tahay